اعطاني السلام بدون اي اوامر. 400 متر اخيره 400 يا السلامه، ولا زالت العنود علي المري بدون اي تعليمات وتهانينا، والناموس خط النهايه يقف احتراما ويرحب بوصول، ولكن القدوم هنا القدوم من مزنه سالم من عبيد المري، ولكن خلاص العنود 200 متر اخيره تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظه الى ما لكم ضمن العنود، ما لكم ضم العنود علي المري ثانينا والناموس وخط النهاية يقف احتراما ويرحب بوصوله العنود، ولكن هنا القدوم من مزرعة سالمة بين عبيد المري، ولكن تهانينا والناموس، وهذه لحظات وصوله العنود معلنة الفوز مع الطام يبي يلطم السيف والناموس، ولكن شاهين راح شاهين للسيد علي المري، راح العنود شاهين انتزع المركز الاول للجذاع القعدان في هذا الشوط، واداء شاهين جيد وممتاز. هذه البداية علي المري، اتمنى لك التوفيق دائما وابدا مع في هذه السباقات. اما في ثاني المراكز كما ارى من على بعد للطام، ولكن شاهين راح بالناموس والسيف، السيف المقدم من السيد عتيق بن حمد بن قريع للاشواط الرئيسية، راح شاهين وانتزع المركز الاول لعلي المري. التهاني والناموس للسيد علي المري على هذا الفوز، وهذه النقطه الثانيه على التوالي، والسيف الثاني على التوالي. ينتظر السيف والزعفران ينتظر ايضا 400 متر اخيره يا سلام يا سلام يا التزامه سالم بن عبيده المري يا سلام، تهانينا والناموس من هذه اللحظه نزفها الى مالك التزامه سالم بن عبيده المري وخط النهايه يقف احتراما ويرحب بوصول التزامه وصدرت التعليمات يا سلام يا التزامه، وشكرا على هذا العرض المميز، وشكرا على هذا العرض الرائع يا سلام. هنا التزام سالم بين عبيد المريه وتهانينا والناموس، تهانينا والناموس اذا، وهذه الحظوظ وصول التزامه معلنها الفوز والناموس وتهانينا والناموس. ولكن سيطر بن جبران، سيطر على السيف، وكما قلت يا سالم السيف منكم مبسالم في هذه اللحظات اللي انتزع المركز الاول وانتزع السيف، السيد سالم بن جبران المري مع عز الجيش، وعزها عز الجيش وعز الناموس، والناموس يا سالم يا بن جبران على هذا الفوز وعلى هذا الاداء. اما في ثاني مراكز الذيب للسيد سالم بن عبيد المري، ولكن عز الجيش راح بالناموس وراح بالسيف، والشوط الاول الرئيسي للسنايا قعدان، ولكن بن عبيد غادم يا بن جبران، بن عبيد غادم، انتبه لبن عبيد، ولكن عز الجيش انتزع المركز الاول وانتزع الناموس وسيطر سيطرة تامة. تهانينا للسيد سالم بن جبران المري على فوز عز الجيش. ايضا ها هي العنود، من اصرت هنا على هذا الفوز لحمد المري يا سلام، مع هذا الانطلاق تهانينا والف مبروك على هذا الاداء الجميل والفوز الاجمل لايضا مالكها، وايضا فوزها بالرمز في هذا الشوط تهانينا والناموس، ايضا نزفها لمالكها وايضا لعزبه مالكها على هذا الاداء المميز والمقدمه والصداره، وهي تصل الى خط النهايه معلنها الفوز والناموس هنا ايضا مع فوز العنود التي ايضا عاندت الجميع وايضا وابت الا ان تفوز بهذا الشوط والشوط الاول والرئيسي من هذه المسافه لسن الحيل. تهانينا والناموس ايضا لحمد المري على هذا الفوز، ساعه وصولها الى خط النهاية المركز الثاني. 500 متر نتجاوزها مشاهدينا الاعزاء يا سلام يا الذيبة يا سلام يا الذيبة، ولكن ولا قدومة من شعر بن سلمين القدوم من الطاير، وطار الطاير زايد طار الطاير زايد من مطر الدوسر، ولكن يا سلام يا الذيبة سالم بن جبران المري يا سلام يا الذيبة، ولكن المركز الثاني لا زال بن سلمين يحاول، لا زال بن سلمين يحاول والقدوم، ولكن الذيبة لا زال صامد صمود الجبال السود يا سلام يا الذيبة. تهانينا والناموس، تهانينا اذا لسالم بن جبران
المري وهذا لحظاته وصول الذئب معلن الفوز والناموس في المركز الثاني. وايضا عندما رأى اداءها الجميل هنا وايضا رشحها بناموس هذا الشوط وهو بخيت من خزينه المري. يا سلامي عليك على الطائفه وعلى اداء الطائفه وايضا العلي المري تهانينا والناموس من هذه اللحظات من ال 400 متر او ال 200 متر الاخيره تهانينا والناموس لمالك الطائفه على هذا الفوز. ساعه وصولها الى خط النهايه معلنه الفوز والتحدي وهي ايضا تفوز بهذا الشوط الشوط الثاني للجذاع من هذه المسافه مسافه الاربعه كيلومترات. سلام وتحيه واحترام لمالك الطائفه وهي تصل الى خط النهايه بسلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ساعه الوصول الى خط النهايه المركز الثاني بدي عبد بن حسين البريدي ولكن التنافس والصراع والمعركه طاحنا والتنافس اشتد. بدي وزاهي زاهي والبدي بدي وزاهي زاهي وبدي والتنافس اشتد. يا سلام زاهي محمد بن سعود بن الحيز المري بديع عبد الهادي بن حسين البريدي والتنافس يا سلام 200 متر اخيره يا سلام ولكن زاهي محمد بن سعود بن قحيز المري يا سلام يا سلام يا بن قحيز يا بن قحيز يا سلام زاهي في شكله زاهي في انطلاقته زاهي في عرضه يا سلام 100 متر اخيره خط النهايه يقف احتراما ويرحب بوصوله زاهي هنا محمد بن سعيد بن قحيز المري وهذه لحظوته وصول زاهي مع الفوز والناموس. ولكن المسرحك بالناموس ما طاوعت شور بن عبيد وما طاوعت امانينا لفوز الشاهينيه بالمركز الثاني الاول وهذه المسكه لسي سالم بن عبيد المري انتزعت المركز الاول وسيطره سيطره تامه مع سي سالم بن عبيد وفي ثاني المراكز الشاهينيه تعود ملكيتها كذلك لسي سالم بن عبيد المري في أول المراكز وثاني المراكز ومسيطر سيطرة تامة بن عبيد. هذا هو ابن العمدة من واقع الشعار ومن واقع المطايا والهجن حركت المسك ودنك بتحرك الشاهينية ولكن المسك راحت وشاف الغالب بكل قوة المغترة المغترة ولكن المسك وين كانت المغترة يا ابن بجاد وين كنت لا أحد يساير لكن اللي في أول المراكز اسمه شاهين انتزع المركز الأول. هذا هو شاهين أم ضبيان ضبيان أم شاهين ولكن شاهين انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة. التهاني والناموس موصولة لراعي شاهين وشاهين المجهول اللي انتزع المركز الأول. أرى بن محميد من الجانب الأيمن يساير في اللي في ثاني المراكز أم في ثالث المراكز ولكن خلونا مع شاهين اللي انتزع المركز الأول. التهاني والناموس موصول لصاحب اللي في أول المراكز والتهاني كذلك موصولة للي في ثاني المراكز ولكن جناح قادم مع بن يرحب ولكن التهاني والناموس موصولة لشاهين اللي في المركز الأول. الله 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 في أول المراكز هذه الزود لسي سالم بن عبيد المري أما في ثاني المراكز اللي هي الذيبة لسي سالم بن عبيد المري أما في ثالث المراكز اللي في ثالث المراكز هذه بن طبيان للسيد حمد المري ولكن الزود 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 راحت بالناموس وراحت بالشوط وراحت بالزعفران هذه الزود ولكن سالم بن عبيد بيسبق الذيبة يا حبك لاسم الذيبة. الله 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 يا سالم يا بن عبيد تبادل بين الذيبة بين الذيبة والزود ذكرتنا يا مخلطة يا الحساس والريان. الله 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 الزود والذيبة الذيبة والذود التهاني والناموس شوط الختام مع الفارس ولكن شاهين مسيطر عن انت ألا ناموس هذا الشوط الناموس واحد والمالك واحد والشعار واحد والزعفران واحد ولكن المركز الأول لمن يا حمد المري مع الفارس أم مع شاهين. أرى شاهين يتسلل من الجانب الأيمن والذيب يحاول يسيطر الذيب يحاول يسيطر ولكن شاهين بدون أوامر يتسلل من الجانب الأيمن. هذا هو شاهين للسيد حمد المري سيطرة تامة ولكن الفارس أم شاهين أم الناموس واحد والمركز واحد والمالك واحد والشوط الأول شوط الختام مع سيد حمد المري. التهاني والناموس للسيد حمد المري على فوز الفارس بهذا الشوط المركز الأول أما في ثاني المراكز الهوديب للسيد حمد